التجارب على جهاز ميجا جي 3. يجب عليك اكتساب الخبرة على أهداف مع مواقع معروفة، تلك التي كنت قد دفنتها قبل الخروج إلى مجال البحث عن منطقة كنوز. يمكنك توفير ذلك من خلال ممارسة التدريب في المناطق المفتوحة مثل الحدائق والمتنزهات والميادين. بعد تلقي النتائج على أهداف مع مواقع معروفة، أكمل التمرينات على الأهداف التي تم دفنها من قبل الآخرين. الشخص الذي دفن الهدف من شأنه أن يعرف موقعها ويقول لكم سواء إذا كنت ناجحا أم لا. حتى تحقيق النجاح بعد هذه الخطوة، يمكن البدء في البحث في التضاريس المختلفة. التدريب: أولا، التأكد من أن البطارية الجهاز مشحونة بالكامل وأن لا يكون أول شحن تجريبي للبطارية. ثانيا، قم بتوصيل هوائيات البحث وطبق تقوية الإشارة، ومن ثم توصيل سنسور الإشارة. قم بالتأكد بأن هوائيات البحث يتم تركيبها وشدها بالكامل، وأن حلقة الشد في سنسور الإشارة ليست مشدودة جدا. ثالثا، دفن الذهب والفضة أو البرونز أو الأشياء تحت الأرض دون تغليفهم بأي شيء مثل كيس من البلاستيك، لأنه كائن دفن حديثا ويجب توفير الموصلية مع التربة. ثم قم بصب بعض الماء في مناطق الدفن، المياه المالحة أكثر. إذا كنت ستنتظر 3 أو 5 أيام بعد دفن الهدف، سترى أنه سيتم تحديد نقطة الهدف بقوة جذب كبيرة. استخدام الجهاز: أولا، قم بتشغيل الجهاز عن طريق الضغط على زر التشغيل أو الإيقاف. بعد شاشة الماركة وشاشة اسم الموديل، تظهر شاشة اختيار اللغة. يتم اختيار اللغة المطلوبة باستخدام أزرار أعلى وأسفل أو أزرار يسار ويمين، وبعدها يتم الضغط على انتر. ستكون قد اخترت اللغة بهذا الشكل. سوف لن تكون مضطرا لاختيار اللغة في كل مرة تشغل الجهاز، لأنه سيجري اختيار آخر لغة اخترتها سابقا، وذلك من خلال ترك الجهاز يختارها من الذاكرة دون الضغط على أي زر. ثانيا، وفقا لنوع الهدف الذهب والفضة وغيرها الذي ترغب في البحث عنه واختيار البرنامج من خلال أزرار الأسهم والضغط على انتر، البرنامج الذي اخترته سوف يبدأ في التشغيل على شاشة البحث، وسوف تظهر موجات البحث آخذة في الاتساع. ثالثا، على الجانب الأيسر من شاشة البحث ستظهر قيمة المسافة، وعلى يمين الشاشة سيظهر العمق. إذا كنت تبحث في منطقة قريبة ولا تريد أن ترى الأهداف البعيدة، يمكنك تقليل قيم المسافة من خلال سهم أسفل، ولكن هذا من شأنه أن يؤدي أيضا إلى انخفاض قيمة العمق. يمكنك زيادة المسافة مرة أخرى من سهم أعلى. رابعا، بعد الانتظار بضع دقائق يمكنك البدء في البحث. خامسا، يمكنك أن ترى مستوى شحن البطارية من مؤشر البطارية على الجزء العلوي الأيمن في زاوية الشاشة.